بيان مصري قطري أمريكي يدعو إسرائيل وحماس لوضع اتفاق يجسد المبادئ التي قدمها بايدن لإنهاء الحرب في غزة. وزير المالية والأمن القومي يهددان بإسقاط الحكومة الإسرائيلية إذا قبلت اقتراح بايدن لوقف الحرب. الجيش الأمريكي يعلن إحباط هجمات للحوثيين بالبحر الأحمر وإسقاط صاروخين استهدف المدمرة. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. دعا بيان مشترك قطري مصري أمريكي حماس وإسرائيل إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن غزة، باعتبار أن المبادئ التي حددها الرئيس بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف. وأوضح البيان أن الصفقة من شأنها إنهاء معاناة أهل غزة والمحتجزين. البيان المشترك أضاف أن الصفقة تقدم خارطة طريق لوقف دائم للنار بغزة وإنهاء الأزمة. هذا المقترح جاء متأخر، ومع ذلك أن يأتي متأخرا خيرا بكثير من أن لا يأتي بتاتا. فلذلك نأمل من الله عز وجل ونأمل من الإدارة الأمريكية والمجتمع الأوروبي بشكل عام الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل إحياء أطفال غزة ونساء غزة، لأن أكثر القتلى وأكثر الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء. أي مقترح يؤدي إلى عودتنا إلى بيوتنا وإعادة إعمارها وإعادة بنفس الوقت إطلاق سراح إخواننا المعتقلين، هذه إحنا معاه. هذا وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على إنهاء الحرب ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق الذي وصف بالفرصة الأخيرة، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمسك تل أبيب بالقضاء على القدرات العسكرية لحماس، مشددا على أن الشرطة أو هذا الموضوع الذي يتم وبناء على شروط ومدرج في المقترح الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي لإنجاز وقف دائم لإطلاق النار. وقال نتنياهو وهو ذلك في بيان له، قال إن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدراتها على الحكم وتحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل. هدد وزير المالية الإسرائيلي وأيضا وزير الأمن القومي هددا رئيس الوزراء نتنياهو بالانسحاب من الحكومة إذا وافق على المقترح الأمريكي لوقف الحرب. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن الوزير الإسرائيلي القول أنه لا يوافق على وقف إطلاق النار بغزة قبل القضاء على حماس، كما اعتبر وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على مقترح بايدن انتكاسة كبيرة لما وصفها إنجازات الحرب، ذلك من خلال انسحاب الجيش والسماح بعودة سكان غزة لشمال القطاع. هذا وأكد أيضا رفضه الإفراج عما وصفهم الإرهابيين لكي يعودوا لقتل اليهود على حد تعبيره. أما وزير الأمن القومي بدوره فوصف مقترح بايدن بالصفقة المعيبة التي تنصر الإرهاب وتهدد أمن إسرائيل، واعتبر أيضا أن الموافقة على مقترح بايدن تعد هزيمة نهائية. من جهته وصف زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد وصف تهديدات الوزيرين الإسرائيليين بالانسحاب بأنها تعني التخلي عن الرهائن وأيضا أمن إسرائيل. الرئيس بايدن يفاجئ الجميع الحلفاء والخصوم بخطة لوقف حرب غزة، يراهن معها على سمعته كرئيس وعلى شعبيته قبيل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة الأمريكية. من أجل إنجاح الفكرة تكتم البيت الأبيض على مضمون الخطاب، أما بايدن فلم يخبر أحدا ولا حتى الحليف البريطاني الأقرب، فقد تفاجأ ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني مؤكدا أنه تلقى فقط فكرة عن مضمون خطاب بايدن دون الإشارة إلى حرب غزة. خطة بايدن التي أثارت اهتمام المجتمع الدولي تنقسم إلى ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع يجب وقف إطلاق النار،
والإفراج عن عدد محدود من المحتجزين، خاصة الأطفال والنساء والجرحى، وذلك مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. في المرحلة الثانية التي تستمر أيضاً 6 أسابيع، سيجري إطلاق سراح جميع الرهائن بمن فيهم العسكريون مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل. أما في المرحلة الثالثة والأخيرة فيتم فيها إعادة الإعمار وإعادة الجثث. البيت الأبيض بعث بنسخة من خطة بايدن لعدد من الدول ذات الصلة بالملف الفلسطيني، وفيما اشترطت إسرائيل تنفيذ المراحل بشكل كامل. بدت حماس مستعدة للتعامل مع المقترح الأمريكي، في حين قالت حركة الجهاد إنها تنظر بريبة إلى خطة بايدن. رمضان بالعمري الحدث. في مقابلة مع الحدث أكد مسؤول الإعلام لحركة حماس في لبنان وليد الكيلاني أن الحركة مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي مقترح يفضي لوقف النار وانسحاب إسرائيل. يعني نقول كما كانت المقاومة تتعاطى بإيجابية ومرونة مع كل مراحل المفاوضات السابقة، المقاومة اليوم تنظر كذلك بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس بايدن ودعوته لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى. وقد أكدت الحركة مرارا أنها على استعداد للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أسس وشروط المقاومة التي قد أعلنت عنها سابقا. ما لا يوجد هناك خلاف، حركة الجهاد قالت نريد أن ندرس هذه المقترحات وسيتم الرد عليها. نقل إعلام مصري عن مصدر رفيع المستوى إعلانه انعقاد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي اليوم الأحد بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح. القاهرة الإخبارية نقلت عن المصدر القول إن مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت بعدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه. وتبع المصدر بأن القاهرة تبذل جهودا مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة في غزة في ضوء مقترح الرئيس بايدن الأخير. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية شددت على وجوب تسليم وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة للسلطة الوطنية التي تتخذ من رام الله مقرا لها، مطالبة بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة. وأضافت الوكالة أن القيادة الفلسطينية شددت على وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وتسليم وفتح جميع المعابر مع القطاع للسلطة وفق الاتفاقات الموقعة، بما يتيح انتظام وصول المساعدات الإغاثية وجميع الاحتياجات لقطاع غزة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسقوط قتلى وجرحى فجر اليوم في قصف نفذه الطيران والمدفعية الإسرائيلية التي تركز على مدينتي رفح وغزة. وقالت الوكالة إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة ساحة الشوى في حي الدرج شرق مدينة غزة، بينما استهدفت أخرى منزلا بالبلدة القديمة. كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج وسط مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن 95 فلسطينيا قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية، وأصيب 350 آخرون في 24 ساعة. كشفت منظمة الصحة العالمية عن توقف الخدمة الصحية في رفح جنوب غزة بعد خروج آخر مستشفى عن الخدمة. بدوره قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن جميع ملاجئ الوكالة فارغة بعد نزوح أكثر من 1 مليون شخص. وأضاف أن خان يونس والمناطق الوسطى يعيش فيها الآن نحو 1,700,000 شخص. وأشار أيضا إلى أن الوكالة استأنفت عملياتها في خان يونس رغم التضرر هناك، وحذر من أن العمل الإنساني والإغاثي يتقلص. وقال أيضا أنهم سمح لهم باستلام أقل من 450 شاحنة في الأسابيع 3 الماضية الأخيرة.
هذه مدرسة فلسطين والتي تعرضت للقصف والحرق والنسف على مراحل عدة خلال الاقتحامات المتتالية لشمالي قطاع غزة. سنرصد لكم عودة السكان هنا عبر قناتي العربية والحدث والأجواء التي يعيشها السكان في هذا المركز بعد الدمار الكبير الذي أصاب هذا المكان. تعرضت مدرسة فلسطين لثلاث مراحل من الاستهداف والقصف. كانت أولى هذه المراحل في بداية هذه الحرب بعد استهداف هذا المبنى بصاروخ حربي دمر الكثير من أركانه. في المرة الثانية كان الاستهداف من خلال الاقتحام الأول لمدينة جباليا، حيث تم إحراق هذا المكان تدميرا وحرقا كاملا، ولكن عاد السكان إلى هذا المركز مرة أخرى. هنا أبو محمد والذي عاد إلى هذا المكان قبل أيام بعد ستة أيام من افتراش الأرض في مناطق غرب غزة. بداية الحرب هذا انقصف المبنى كله هياته وطلعوا الناس واخذوا الناس ورجعنا كمان مرة لها، بعدين بعد فترة كبيرة كمان مرة قصفوه وانحرق كمان مرة، وهذه المرة انقصف كمان مرة وانحرق بكامل كل ما يلتزم الناس من أواعيهم ملابسهم وفراشهم بكل شيء. أيضا عائلات أخرى تحاول استصلاح هذا المكان وإعادة تعميره رغم هذا الدمار الذي حل به. هنا عائلة أبو عطا عادت مرة أخرى لهذا المكان، حيث تواجدنا عندهم سابقا في مرات أخرى، ولكن هنا اليوم يعودون لاستصلاح مكانهم. إيش اللي بصير الوضع؟ هاي قاعدين نحن بنصلح في المكان، ولأنه لا في حديد مبين منفعش إننا نسكن في هذه المدرسة، لأنه خراب المدرسة بالمرة ومقصوفة ومدمرة أول مرة وثاني مرة قصفوها وثالث مرة قصفوها، وهينا نسكن فيها نفس القصف ونفس الأشي حنسكن غصم عنهم. طب أنت إيش اللي جابرك ترجع على مكان زي هيك وأنت عارف أنه آي للسقوط في أي لحظة؟ لأنه فيش مكان نحوان إلا المدرسة المدارس، فيش لأن الناس دب المدارس هنا أول مكان فيه ناس، معسكر كله مدمر وبتحنه مدمرة وجبالة مدمرة وبتلهي مدمرة، مدمرة كل إشي، يعني فيش مش صالح للسكن يعني. رغم الدمار الذي حل في هذا المركز للإيواء، عاد المواطنون هنا يحاولون أن يصنعون بعض الحياة وأن يصنعون مأوى لأولادهم ولأطفالهم، ولكن مع دمار بيوتهم وكافة المرافق في مناطق شمال قطاع غزة هم مضطرون أن يكونوا في هذا المركز الآيل للسقوط. عبد القادر صباح من مركز فلسطين للإيواء من شمال قطاع غزة لقناتي العربية والحدث. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة تبادل لاستعادة الأسرى من قطاع غزة وإنهاء الحرب. نتابع. هاجم عشرة المستوطنين مركبات للفلسطينيين أثناء إغلاقهم مداخل ومخارج مدينة نابلس في الضفة الغربية. وفقا لما أفادت به مصادر لوكالة أنباء العالم العربي، فإن تصعيد المستوطنين الجديد في نابلس يأتي للمطالبة باعتقال فلسطيني محتجز لدى السلطة الفلسطينية وتسليمه للجيش الإسرائيلي، ذلك بعد تنفيذه عملية دهس عند حاجز عورتة العسكري الذي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين. هاي ما يوم يا شباب، سكروا البوابة وحطوا الحاويات. أفادت مراسلة الحدث عن إسقاط حزب الله لمسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق الأجواء اللبنانية. أقر الجيش الإسرائيلي بإسقاطها
وهي ذلك فوق الأراضي اللبنانية، وقال إنه تم ذلك بصاروخ أرجع. ومثل شيء روح للثاني اجي ده. لا مش اعتراضي، لا 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 اعتراضي هاي. لا معقول مسيرة؟ لا مش اعتراضي، مسيرة يا ويلع. مسيرة مسيرة ويلع. معقول سلوي هذا شو اسمه؟ والله يمكن بلا 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 مسيرة تعشف يا ميس تعشف. شو هذا الحزب ولا الأمان؟ لك الدخل منين شفتهم؟ لك الدخل منين كلنا على الشمال. في سياق آخر، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بإصابة 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدة صدقين جنوب لبنان، وقالت إن غارة أخرى استهدفت منزلا في بلدة القنطرة. وعلى الجانب الآخر، قالت القوات الإسرائيلية إنها نفذت على مدى 72 ساعة أكثر من 40 غارة، وذلك ضد حزب الله، وهاجمت نحو 10 خلايا لمسلحين. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت طائرة مسيرة للحوثيين جنوب البحر الأحمر مساء السبت، كما رصدت سقوط 2 آخرين في المنطقة أو أخريين بالمنطقة نفسها دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأضافت في بيان أن قواتها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن جنوب البحر الأحمر أطلقا باتجاه المدمرة الأمريكية غريفلي، مؤكدة أنه لا توجد إصابات أو أضرار. وكان الحوثيون قد أعلنوا في بيان أنهم نفذوا 6 غارات عسكرية ضد أهداف أمريكية. استهدفت حاملة طائرات أمريكية ومدمرة و3 سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي، فيما أضاف الحوثيون أن العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. كشف مسؤول أمريكي لقناة الحدث أن الحوثيين أعادوا خلال الأيام الماضية تنظيم هجماتهم بشكل أدق، حيث رصدت مراكز جديدة للقيادة والسيطرة. وقال المسؤول الأمريكي إن ميليشيا الحوثي بدأت مؤخرا في استعمالها لتنفيذ هجمات معقدة على السفن، وهو ما دفع التحالف لشن غاراته. وأشار إلى أن حاملة الطائرات آيزنهاور عادت إلى شواطئ اليمن بعد استراحة قصيرة، لافتا إلى أن إبقائها هناك في مواجهة الميليشيات ليس بالأمر السهل. في مصر، بدأ تطبيق زيادة في أسعار الخبز المدعوم، وتحديدا رغيف الخبز ارتفع سعره من 5 قروش إلى 20 قرشا، خطوة رآها البعض كضرورة اقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف والتأثير على الموازنة، بين تداعيات اجتماعية على ملايين الأسر التي تعتمد على الأسعار المنخفضة. نتابع. في إحدى قرى الريف المصري، ومع ساعات الصباح الباكر، تتوجه أم محمد كغيرها من ربات البيوت إلى المخبز لشراء حصة أسرتها من الخبز المدعوم في اليوم الأول من تطبيق الأسعار الجديدة، حيث قررت الحكومة رفع سعر الرغيف من 5 قروش إلى 20 قرشا. كنا بناخد بجنيه وربع، دلوقتي بقى بناخد ب5 جنيه. وجوزي على باب الله بيشتغل بالفاسيون، بيشتغل يوم 10 ما بيشتغلش.
سكان القرية عبروا عن استيائهم من القرار، فالخبز المدعوم يشكل لأسرهم عنصرا هاما. معنا 4 عيال يوتنوا، وإحنا وعيالي 3 وحمايزي وحماية، يعني وسلاي في اليوم في التومين ده برضو، كل واحدة من النسوان تاخد 5 رغيفة. دلوقتي بقى عشان نديها 5 رغيفة نتدرغ فيه. الحكومة أعلنت أن هذه الخطوة كانت حتمية لدعم الموازنة. وزير التموين أكد أن الحكومة مستمرة في دعم الخبز، حيث يتم إنتاج 275 مليون رغيف يوميا بتكلفة تصل إلى 125 قرشا للرغيف الواحد. المنظومة توفر الدعم لحوالي 70 مليون مواطن مسجلين على قوائم الدعم. الإحصائيات تشير إلى أن فاتورة الدعم تصل إلى 91 مليار جنيه سنوياً. ده طبعاً قرار عادل وتأخر كتير جداً. مش عايزين ننسى دور الدولة والقادة السياسية، إن حضرتك رغيف الخبز المدعم الدولة بتدعمه بجنيه وربع، يعني ما زالت الدولة بتدعم ب105 لكل رغيف خبز. في أحد المنازل يتناول أبو وليد وجبة الإفطار مع أسرته. ارتفاع أسعار الخبز يشكل هاجساً لرب الأسرة، لأن الخبز هو العنصر المشترك للوجبات الثلاث. لازم عندي عيش اسمها كل مقطع، لازم 3 طقات الصبح وظهر ومغرب المغرب حضرتك، فاحنا شغالين، فالناس شغال بياكل، لازم يكون ما يعرفش يعني ما فيهاش رز لوحده او ما يكون لوحدها، لازم احنا شغالين، لازم يكون العيش يعني بيرسل البطن الواحد بناكل. يعني ما بين حتمية القرار من المنظور الاقتصادي وتأثيراته الاجتماعية على ملايين الأسر المتضررة، ستشكل أسعار الخبز المدعوم تحدياً مستداماً للحكومة وهاجساً مستمراً لقطاعات كبيرة من المصريين الذين يطلقون على الخبز منذ قرون كلمة العيش. أحمد عثمان، الحدث، مركز توخ، محافظة القليوبية. نبقى في مصر، حيث توصلت شركات الأدوية إلى اتفاق مع هيئة الدواء على زيادة أسعار نحو 200 صنف منها، تتراوح نسبة الزيادة بين 20 إلى 25%، وستتم مراجعتها خلال 3 أشهر وفق ما أكده رئيس شعبة الأدوية بغرفة التجارة. واعتبرت أيضا الزيادة غير مرضية للشركات، شركات الدوائية تحديدا التي طلبت بتحريك أسعار 700 منتج دوائي بزيادة 50%. رغم وابل من القضايا القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لأنه حافظ على شعبيته وتقدم على خصمه الرئيس الحالي جو بايدن في بعض الولايات الحاسمة خلال الأشهر القليلة الماضية، احتمالات وتبعات على الديمقراطية والسلطة القضائية تنذر بتعقيدات في حال فوز ترامب. نتابع. أظهر الرئيس السابق دونالد ترامب قدرته على الحفاظ على قاعدة دعم قوية رغم التحديات القانونية المستمرة. هذا الدعم الكبير يعكس تأثيره المستمر على الحزب الجمهوري وجزء كبير آخر من الناخبين الأمريكيين. لكن بعد إدانته رسميا يبقى السؤال، ما إذا كان ترامب سيستمر في التقدم في استطلاعات الرأي أو سيواجه بعض التراجع؟ تراجع طفيف قد يشكل فرصة ذهبية لخصمه جو بايدن والذي يتقارب معه في عدد من الولايات الحاسمة. التاريخ يظهر أن الإدانة قد تؤثر سلبا على الدعم الشعبي، ولكن في حالة ترامب كل شيء وارد. إدانة ترامب الرسمية تطرح تساؤلات هامة حول تأثير هذه الأحداث على الديمقراطية والسلطة القضائية في بلد يقوم جوهره على مبدأ الديمقراطية واحترام القوانين. تعقيدات سياسية واجتماعية قد تواجه السلطة القضائية في حال استمرت شعبية ترامب بالنمو رغم إدانتهم. تبقى الاحتمالات مفتوحة حول مستقبل ترامب السياسي بعد إدانته الرسمية، والأنظار اليوم تتجه إلى 11 من يوليو، يوم صدور الحكم النهائي بحق ترامب. بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية. في ختامها نذكركم بإمكانية متابعة مواقع التواصل وإمكانية تصفح الموقع الإلكتروني الحدث .net. في أمان الله.